اخلع اللي جابه امه يلا. انتظر يا سلومبي. يلا. اني اتيه. يا نهار اسود. سامحيني يا مولاتي هشام. انقذوني. انا مين يريده؟ يا دي الليل والنهار والاسود والسواد اللي انا داخل خارج فيه. وبعدين يا جدعان فكر رفك اللي انا عايش فيه ده. مفيش مره اروح اصدر في المفتاح. روح خارج بالكنز ويبقى الموضوع خلص كده. الله يخرب بيتك يا عم هريسه. والنور اللي قاطع ده ايه؟ يبقى احنا كده في مصر. نور قاطع يبقى احنا كده في مصر. عزيز. هو في ايه؟ الدنيا ولعه. مع السلامه عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله. يبقى احنا كده في مصر. الدنيا ولعه ليه؟ انا عارف. انت بتشتغل ايه؟ انا بالقافي حرامي. لا والله حرامي؟ اهي. بتاخد كام في الشهر؟ ايه؟ انت ميزانيه متوحه انت. ايه اللي انت لابسه ده؟ انت بلياشتو. انا ايه؟ بلياشتو. بلياشتو؟ بلياشتو ايوه. بقولك ايه والنبي حبيبي الملايين. انا شايف حاجه ورا ودنك كده وعايز اعرق دماغي. ما شربت السجاير بقالي بتاع شهرين من الكفار للثوره حبيبي. اتفضل. تسلم. سلام عليك. يا ربنا يرزقك يا رب بالحرام. معاكش كبريت والنبي ازميل. طلبات الكتر امسك يا عم كتر. ايه وانت بتجهز عروسه؟ سلام عليك. الف سلامه. نهارك ان شاء الله ازرق باذن الله. سلام. سجاير. برضه السجاره ما ولعتش. برضه اولع ازاي انا؟ ممكن اولع لو سمحت؟ وقف عندك ما تتحركش يا مجرم يا عتيد يا بتوع الحركه والبركه والمركه. هنلمكم. اسمك ايه يا جدع انت؟ انا اللمبي. انا ما عملتش حاجه والله. قدامي يا حارق القاهره يا معتاد يا اسير. احرق القاهره ليه؟ اقرا حريق القاهره. اقرا حريق القاهره. نقطع عليكم الخلايا بتاعته. اقرا حريق القاهره. اقرا حريق القاهره. والصحافه صاروخ ليه كده؟ اشاعات. ايوه واضح انك ضليع قوي. كله اشاعات في اشاعات. كله اشاعات في اشاعات والله. واسمك اللي منور الجرانين. انا ما اعرفش. انا وقت مع العسكري وانا خارج من الخرابه لقيت خارج من القاهره الحادثه وانا اللي حرق القاهره. ازاي ما اعرفش؟ وصورتك والشهود ده بقى سرعه النت. الكيكا بايت عالية هنا في قلب المكان عندكم. دي كلها اشاعات. كل ده اشاعات حضرتك سعادتك. ربنا اراد يكشف سترك. ليه بس؟ ده انا بريء والله. قول لي. نعم. اللبس اللي انت لابسه ده. هذا عاجبك؟ دي قرائن وهسألها لك. اتفضل. اللبس اللي انت لابسه ده. ايوه. اللي بيدل على زي موحد لحزب معين. نعم. اللبس ده. ايوه. بتاع ايه؟ ده بتاع البلاك بلوك. بلاك بلوك. بلاك بلوك. جميل. عظيم. اعتراف هايل. مدهش. رغم اني مش عارف معناها. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. جل من اعطاك علم الشياطين يا خسيع. خسيع. قول لي. اتفضل. تقول ايه على الدليل القاطع اللي هيوصلك لحبل المشنقة اللي انت متخفي من ورائه؟ ايه بقى نعم؟ دليل ايه؟ دليل ايه؟ أنا مش عارف حضرتك بتتكلم على إيه أصلاً؟ دليل إيه حضرتك؟ إيه هو الدليل؟ ما تلفش وتدور عشان أنا روحي بتلعب في مناخيري. ألف مبروك. ما شاء الله روحك كبرت وبتلعب في مناخيرك. إيه حاجة عظيمة. وتقول إيه في السلاح اللي لقوه معاك أثناء إشعال حريق القاهرة؟ حريق القاهرة؟ حريق القاهرة. حريق مصر. مصر لكل المصريين. لا استوب موكشن بقى كده. لا ما ينفع. حريق إيه؟ يعني انا انت فاكر ان انا اللي جه القلب ان انا احرق بلدي احرق مصر؟ ده انا ماليش عيش فيها ولا استحق اصلا ان انا اعيش فيها. انا عرفتك. الذنب. انت من الفدائيين. فدائيين؟ انا احبكم. والله؟ واكن لكم كل احترام وتقدير. الله يخليك، الله يخليك. انا فدائي. انا فدائي وكل اللي انا منضم ليهم فدائيين. واحنا كيف فدائيين برضك بنحبك وبنكن لك كل طراطيش. عارف؟ ايوه. رغم انك حارق البلد بره. ايوه. لكن ممنون منك. عارف ليه؟ ليه يا فندم؟ علشان شجاعتك واعترافك بحريق القاهره. سعادتك لو سعيد ان انا حرقت القاهره
انا ممكن اسقط لك بكره احرق مسجد السمان والجيزه وبان السويس والحته دي يعني لو حابب. مش عايز تحرق حاجه تاني؟ شوف انت عايز حاجه بحضرتك على حسب ما تحب حضرتك. انت على اتصال بمين في الخليه؟ اتصال بمين في الخليه؟ بالراجل صاحب المنحل نفسه. انت مش لسه قايل انت من الفدائيين؟ يا باشا انا بقول اي حاجه انت سعادتك عايزها. انت شفتك بتحب الفدائيين فقلت بقى فدائي فدائي لك حبي وفدائي. عايزنا بقى صهيوني خلاص خليني ابقى صهيوني لو انت بتحب الصهاينه. شوف انت بس شوف انت عايز اي بلد عايزنا نركبها وابقى معاها واخد بالك بس المهم ان انا افك واخلع من هنا بقى. صهيوني؟ ايوه صهيوني. ده اعتراف هايل. امال ايه؟ ده اعتراف مذهل. امال ايه؟ مزعج. ايوه اكتب عندك. اتفضل. وقد اعترف المتهم ايوه بكل المنشورات شفت المنسوبه اليه. الله يخليك. بحرق القاهره وزود صهيوني. وفي الجيزه نكتب له جيزه. قلنا هنحرق الجيزه وقلنا السويس. تعالى اقف جنبي قول اللي عايزه. ممكن ده محضرك. والله انا ما عايز بس اتقل على حضرتك والله لا مؤاخذه عادي. اتفضل. الله يخليك. بص هنا اكتب الجيزه. اكتب الجيزه ايوه وبن السويس وخش بقى ايه الاتحاديه صح ماشي وعندك هنا رابعه ومدان عدين ماشي اه كده خلاص اه مرضي اه كده انا مبسوط اه. في اي اضافه؟ لو ده شوف انت بقى تضيف حاجه انت ضيفها. اكتب وقد اقفل المحضر في تمام الساعه السابعه و11 دقيقه مساء يوم ايوه 26 يناير ايوه يناير سنه 1952. لا والنبي 52 52 ايوه 52 52 52 لا ايوه اهو الملك فاروق جعفر اهو ما شاء الله عليه. طب ممكن في بياضه هنا ممكن اسجل فيها حاجه ثانيه زياده؟ اتفضل. هي صوت فقط. اتفضل ماشي. حلو قوي. سعادتك وصلت ان انت قبضت عليا الساعه كام حضرتك قلت دلوقتي؟ 7:11 دقيقه. 11 دقيقه وعدى قد ايه الوقت على الكلام بتاعنا؟ يعني قول دقيقتين. دقيقتين يعني بقت كام؟ 13. حلو ده بقى ميعاد هروب انا. هتقول الدور ده اخرب بيت ام اللخبطه اللخبطه من الواحد الواحد. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. ابوك تعرفه؟ اعرفه. الله يخليك. بس حضرتك هيئتك ولبسك غريب خالص. يا عم بلا خالص بلا مالص. هو ايه اللي حصل في البلد؟ ايه جهنم اللي والعه دي وبني ادمين ماشيه عماله محروقه ومولعه في ايه؟ وحضرتك مش عارف ولا مستنكف؟ انا بيني وبينك عايز اتكلم فعلا في اي حته، استنكف في اي حته كده ومحدش يعرف مكاني في الهوجه اللي حاصله دي. الاذاعه والجرانين بيقولوا اللي حرق القاهره شخصيه وهميه تدعى الليمبي. اللمبي؟ وسمعنا ان اللمبي هو اللي يحرق القاهره كلها لوحده. عندك حق يا عزيزي. الحكايه واضحه زي نور القمر. امال ايه؟ اللي ورا الحكايه دي القائد البريطاني البريجادير اوكسهام. طب والريجادير اوكسهام دول علاقتهم ايه في الثروه؟ الثوره اللي حصلت في هنا؟ يا عزيزي اوكسهام هو راس الافعى. ايوه. اصدر امر الوزير الداخليه فؤاد سراج الدين باشا. بإخلاء سكنات الشرطة في العباسية. إخلاء سكنات الشرطة في العباسية؟ أيوه. أيوه مهم طبعًا يخلق سكنات الشرطة في العباسية. فؤاد باشا جن جنونه. أيوه طبعًا. واتصل بالنحاس. أكيد بقى عشان عايز يديله المواعين والحلل من عنده بقى وياخدها يخرجها قبل ما تتشقط بقى من العيال اللي هم البلطجية. ولا إيه؟ كلامك ورموزك يؤدي للمعنى المنشود. لا ما انا ما نعجبك ما انا اصلا خبيث يعني عارف الحكايات بتحصل فيها ازاي. النحاس باشا رفض تسليم القناه. رفض تسليم القناه والله عنده حق.
بس كلام في سرك يا عزيزي. اتفضل. اللي حرق القاهرة؟ ايوه. الجماعة المدربة. ده كلاب دي ولا ايه؟ هما مش كلاب، بني آدمين بس زي الكلاب بالظبط. ايوه صح. حرقوا القاهرة لإحراج النحاس. خلص قوم لجمان وودينا عند زرزور بقى. بس يا عزيزي اللي هيصير فضولي. ايوه. حكم دار العاصمة. ماذا بقى؟ مصمم إن الليمبي هو اللي حرق القاهرة. وبيقول هيجيبه هيجيبه. اللي هيجيبه هيجيبه. غفية يا عم. انت حاسس ان البلد كلها مستنيه الليمبي ده ما يجي يروحوا ملبسينه كل الحاجات دي وحجم دار عاصمه وتاكسي العاصمه وانت شكلك اصلا مش من العاصمه وبعدين ده عصري غريب وانت غريب وشكلك غريب وعايز اروح المشوار الغريب بتاع ام اللي جابوني بقى. انا هوصلك يا عزيزي بس انت خليك محله. حاضر محله وحاله يا حاله مروان كريم يا حاله. اتفضل يا عزيزي. الليمبي ده ايوه مخابرات الانجليز وراه. ايوه. مخابرات الملك وراه. ايوه. والبوليس السياسي وراه. ايوه. يعني هيجيبوه هيجيبوه. يفرجونا هيجيبوه ازاي؟ يقابلوني يا عم الحاج ووشي كده في السيده بسن سنجيت يا معلم. اروح معلم على الارض كده واللي يعدي الخط الثاني يعدي بفيزا. اصحى اصحى يا عم الحاج ده انا الليمبي اللي انت مين؟ انت مين؟ انا مين ايه؟ انت بتقول انت الليمبي؟ يعني كلنا الليمبي كلنا الليمبي كشعب واحد يعني. ايوه يا عزيزي. الثروه لازم تقوم على كده. عارف يا عزيزي. اتفضل يا عزيزتي. شمس الحرية هتشرق مهما طال الليل. هو انت حزب كنبة ولا حركة تردد؟ تردد. ايوة. دي احزاب جديدة دي ولا؟ احزاب جديدة لسه معمولة. اتأسست امتى؟ ده وانا جاي في السكة من هناك من مصر دلوقتي. ومين زعيمها؟ لميس الحديدي. لميس الحديدي؟ ايوة. معرفهاش للأسف. شايف يا عزيزي اللي هناك ده؟ مين بقى ده هناك ده؟ هو ده قصر الزرازير. هو ده قصر الزرازير؟ عارف يا عزيزي؟ اتفضل. أنا ممنون منك خالص. وأنا شلتوت منك خالص والله. والله حضرتك المشوار ده طويل. أيوه طويل. وبيكلفني 5 قروش. لا والنبي. 5 قروش؟ بتاخدهم على حجر واحد؟ أنت ظريف خالص. وأنت خفيف خالص. دي حركة قديم. الفدائيين. الفدائيين؟ هو ده يا عزيزي قصر الزرازير. انا ميمون جدا. انا اللي ميمون ليك يا عزيزي. ميمون ربنا يخليك. ليه يا ميمون؟ اتفضل. مع الف سلامه يا عزيزي. انا ميمون جدا من الفرصه دي. تعال. ايه اتاخرت كده ليه؟ مش عارف فين. يلا بينا. ايه الناس اللي بتجري دي؟ أنا على استعداد لارتكاب أي جريمة في سبيل الوطن. لازم نكون بالعقل الراجح عشان نعرف ندي آراء سديدة للمتطوعين. الملك فقد صوابه والإنجليز الملاعين بيلعبوا بيروليت. مصر وقعت من براسن الأبلسة. صحيح. كان بودي أعرف مين الشخص الأمين صاحب العقل الراجح اللي هيقدر يوصل كلمتنا. في راجل غلبان ومن الدنيا كفران وساكن في حارة شق التعبان وهو على موعد. وانا منتظره الموعد ده. الراجل بتاعنا اهو. سافر لك يا بدر. ما ايه ما بنطلوش ولا ايه؟ انت لابس كده ليه؟ تمويع عشان الانجليز. شوف قال لك ايه؟ قال لك تمويع عشان الانجليز. برافو برافو. عرفوه دوره ايه؟ ده اشتغل. هو دور ايه؟ يلا يا فندين. دور ايه؟ يلا يا بلدينا. دور هو دور. يلا. دور ايه طيب؟ دور ايه؟ بعدين اتفضلوا يا اساتذه بره لو سمحتوا. ايه ده ورشه خراطه دي ولا ايه؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ اقلع. ها؟ اقلع. ده ايه؟ يلا اقلع عشان مفيش وقت. يعني عيب عليك مفيش وقت ايه تقلع ايه؟ ما كل ده عشان خاطر مصر عشان خاطر ولادنا. ايه عشان خاطر ولادنا دي؟ يعني انت هتتجوزني ولا ايه؟ انا مش فاهمك يا عم. ده بيتكلم في ايه ده؟ ايه يا عم انت موزع الناس بره وجاي خد البس. ايه؟ البس. البس دول يعني. تصدق انا افتكرتك شمال. يعني ايه شمال؟ لا شمال ده هبقى فاهمانك بعدين يعني. مصر. لا مصر. مصر. انت بتوقف بجو ولا حاجه؟ مصر. خلاص مصر مصر. ملاكة ولا أجرة؟ يجب ألا نحيد عن الطريق. هنصطادوا بطريق؟ هتجيبوا طريق بطريق؟
وده ايه؟ انت عطفة حنطور وانت عطفة شبارة وانت شارع سردينة وحلقة السمك. ودي امتحانات ولا ايه؟ توزيع امتحانات؟ وانت جبل المعز وضرب المهابيل وانت قلع القميص. نعم قلع القميص؟ قال ايه يا جدعان؟ قال اول اخش جوه ورشة الخراطة يقول اقلع الهدوم وانت تيجي هنا تقول اقلع القميص؟ قال انت فاكرني ايه؟ موزة ولا ايه؟ حلوة كلمة موزة دي، هتكون كلمة سر الليلة. نبي عسل انت. خد. نعم. دي مجموعة قنابل. يا راجل. ايه يا عم ده مال ولا قنابل؟ وكل الحلقات مربوطة بالسلك ده. ساعة ما تخرج مجموعة الوزراء. تروح شارل السلك ده. وانا شارل القنابل. ايوه تقوم القنابل منفجرة وتقضي على المجموعة الفاسدة. لا والنبي. وانت هتكون فين؟ انا مع الثوار. الثوار. وانا هكون فين؟ تبقى في الجنة ونعيمها. لا والنبي. وهو ده دورك. ايوه طبعا هو ده دوري. تصدق بقى انا كان عندي اخد دور اللي بيقلع احسن. ليه بتسميها كده؟ انت بطل بتقدم رسالة. ايوه لا انا مش عايز الرسالة دي، انا في غنى عن الرسالة دي. انا مش عايزها، انا مش عايز اموت شهيد، مش عايز اموت النهاردة، بكرة، بكرة الساعة 7:30. الله، مختار الدنجراوي بعت لحد من رجالته كمان بالشكل ده؟ انت خاين ولا ايه؟ لا يا عم خاين ايه؟ خاين ايه؟ لا ده انا بنتحن روتينياتكم يعني، بشوف ان انا لما مش هنفنجر نفسي ده يعني بلعب معاكم كده يعني، انما انا وطني، انا وطني وطني. لازم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه لازم نسحق ناس تحت الانجليز من اجل البطل. ايه؟ نعم نسحق الانجليز من اجل الوطن. ايوه ايوه بس بالراحه شويه هتفيت انت البواسير تبقى مش كويسه عشان خاطر الحاجه ما تزعلش عليك. الوطن يا عزيزي يستحق يكون في مكانه الاب وفي مكانه الام. والابن كمان فداك ابي وامي وابني يا وطني. على فكره انت قشطه قوي حسن. احتشم. يعني احتشم؟ أنا هوزع المنشورات وأنتم تعالوا معايا نجيب المسدسات. تعالوا معايا ده كان أخرس ولا؟ ربنا معاك. نتقابل بعد التفجير. ها أفجر وأقابلك على طول. أنا الناس دول بان عليهم مجانين، خصوصا الدلع اللي كان عمال بيحزق جنبي ده. يلا مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر الفؤاد، والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي ولا إيه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا هرج. يا نهار اسود. جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت انهم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ ما انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا انا عندي فكره، انا عندي فكره من زمان عرفت انا. معقول لحقت تعرف لوحدك؟ امال ايه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما انا اصلا انا قور يعني كده. يبدو انك ضليع قوي. وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الراي ليه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. وانا بهنيك على راسك النصح. انا مش عارف يعني انت ايه اللي عاجبك في القعده مع الناس زي دي؟ مش فاهم. المفروض تقعد في قلب البيت كده مسددة معززة مكرمة، ها؟ ولابسة الفستان الأزرق الشيفون ده. تشم يا قليل الحياة. والنبي قمر، قمر على حتة كمان وأنت متعصبة كده. مع السلامة يا رفيق. رفيق؟ بقى بعد الليلة دي كلها وعمال ألغيك وقلت خلاص أنا وصلت معاكي وكده في الآخر أبقى رفيق؟ تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللمبي قبل الرفيق ده. على ترى لو شفت رفيق ده لظبطه. بديعة قوي. خدوا عليها. ايه؟ ايه الضرب دي؟ ايه؟ عيد ميلاد مين ده؟ عيد ميلاد مين؟
برافو برافو. ثقة هائلة يا علي إن لنتقابل في الأوتوموبيل بتاعي وأغني شفاغ العيلة مننا وعلينا. خدام سموك يا ست الكل. تتملي أسراني بأفضالك يا إنجي، ما تتصوريش، أنا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربية البيضة دي! لا! مستحيل! مش متصورة! علي! عم أغني! أرجوك! انزلوا! انزلوا هاتوه! لا! نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي! أنا ما كنتش أعرف عنك الخسة! خسة؟ أنا خسيس يا إنجي؟ أنت اللي اضطريتني إني أبوح بعبارة مؤلمة زي دي. لكن أنت جرحتيني يا إنجي، أرجوكي تراجعي عن اللي أنت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا أكتر من كده، هاتوه. أدمك نادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربية أخبط لي واحد. أنت بتعايرني عشان أنا ابن الجنايني؟ انزلهم! 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 يا جدعان ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوت. هو متشنج ليه كده على فين؟ واضح إن إصابته بليغة جدا. عملت له أنا فين؟ أنت في الأوتوموبيل بتاعي. أوتوموبيل؟ إيه أوتوموبيل دي؟ صدمتك عن دون قصد. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم، بس أفرشح عينيا ألاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. إيه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟ اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه تحمل كل ود وطمأنينة للبل. أرجوك يا سيد. يا عم أنا مش سيد، أنا اللمبي. أعرفك يا علي، اللمبي أفندي. أيوة، إحنا كل ودن وترنبيقة في قلب الترنبيل. عرفت خلاص. المهم يتهز في حديثه شوية. يا عم تهز بإيه؟ وأنت بتكلم مقرئ، وبعدين هتهز بحزم لك وشك ده. أوه علي، تصرفاتك بقت مضايقاني خالص. ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقولك يا لمبة فندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. والفانوس يبقى مين بقى؟ اورني. اورني بتحسن دخلك يعني باورني ده ولا ايه؟ لا 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 خالص، انت فاهم غلط. انا اخر حاجه افكر فيها الفلوس، اهم شيء اسعاد الناس. ايوه وتوفير راس في راس. وبختيني عشانه، وانا اللي كنت فاكر اني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. ايه يا عم في ايه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك؟ انت فاتح ظرف دولاب بتدور على فلنات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مره اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميدة، علي ابو علفة، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات. يا عيانة ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي. أكم من مرة أقولك طرفة مبهجة ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مسألة قبول بقى من عند ربنا.
شوف انت وشك راجع ضرب في الحيط ازاي، وشك راجع ورا ما هيضحك ازاي. بابا لذيذة. اطلع يا أورن على اي بنت، اي بنت مشبوه اطلع. كداب. سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارف البرنس علاء، افضل اني ما واجهوش وهو في حمة الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع ايه السمين ولا مين؟ ده شقيقي. شقيقي يعني ايه شقيقي؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بقى اللي جابه هنا؟ يعني في قلب القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبا فندي، للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وايه اللي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبا فندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في قلب القصر جوه وسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبا فندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني لا بالعربيه بتاعتك ولا البيت ده بتاعك، وقاعد عواله كده عويل في قلب المكان، انت بتسالك انت ليه؟ الله، ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام، الجناين بتاعنا على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام. خدام ايوه. ارجوكوا، وانا مش عايزاكوا تشعروا بالزعر، البرنس علاء زمانه ناس تقدروا تتفضلوا معايا. وهو كذلك. يا عويل، يا اللي ملكش مثيل، يا رزيل، بتكلمني انا مش انت. لا، انت زودتها خالص يا لمبا فندي. يا راجل اكذب، انا زودتها بلا بتاع، وانا بعمل لك قهوه تقول لي زودتها خالص. انت اوشكت ان انت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم اسحق ايه وانا اعمل ايه وانا همسح اوضه؟ يلا اجري، يلا اجري بقى. صحيح يا لمبا فندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه ثانيه خالص. انا والدي تاجر نباتات نادره. نباتات؟ رائع، انا اعشق الزهور. اي نوع من النباتات؟ بامبام من اكبر تجار البانجو في العالم. مانجو؟ ايوه عرنيس. اتفضلوا معايا. الله يخليكي، هناكل؟ يا برنس. يا سبحان الله، اول مره اشوف برنس متاخر. عريتوا البرنسات. اصحى هنتاخر على ترابيزه القمار. ياه، عايز ايه يا برنس؟ انا رايدك في شيء مهم للغايه. افندم. الست الصغيره مالها كبرت؟ يا خف الدم البرنسات. لا دي جات ومعاها. عارف عارف، حيوان حيوان ابن الجناين اللي اسمه علي. ليه توسعت المرة دي وجات ومعاها اتنين حيوانات يا برنس؟ وفين الحيوانات دول؟ في الجنينة. جنينة ايه؟ جنينة الحيوانات؟ يا خف الدم البرنسات، جنينة القصر سموك. أنا هموتهم بقى وأخلص. يحرق ايه ده؟ أنت خايفة ليه؟ خايفة ليه من البرنسة عايلة؟ أخويا شراني وأحمق، والبندقية ما بتفرقش إيده، ودائماً أبداً بيشترك في مسابقات التيغو. طب ما طالما بيسابق في التيركو، إيه اللي هيخاف منه بقى؟ لا، التنشين على صحون الخزف، على كل إن لو شافني معاك ممكن يضربك بالنار. يضربني بالنار؟ تصدقوا طمني بالله؟ أغزه، أغزه ببقه. شيل ايدك من على الوردة يا ابن الجنايني، الوردة دي مش بتاعتك. ده مين البطريق ده؟ هو ده البرنس علاء يا لمبا فندي. يا راجل، أمال ماله رفيع في الأفلام كده ليه؟ أنت واخد كورتيزون ولا إيه؟ إيه يا عم اللولو؟ لو ما سبتش الوردة لن أتردد لحظة في ارتكاب أي جريمة. يا عم أنت بتكلمني أنا ليه؟ وما هو اللي هو اللي ماسك الوردة؟ مواجه السلاح ليك ناحيتي ليه؟ تراجع عن اللي بتقوله يا لمبا فندي.
اتراجع ايه ده دي تطلع في كل البلف بتاعه وخلص هتلاقي بنطلون وقميص مرمين على السور ايه يا عم بلونو ايه يا عم البلونه صدق وتؤمن بالله اطلع السلاحليك الوقت اروح رشقك على طول افسيك هتفسي اذا هكتب عليك العذاب الطويل والحرمان من الحب يبقى انت اللي جنيته على نفسك الوقت شيء إنسان قليل النودة خلاص مش قادر من لحظة وصوله هو طريح الفراش ونفس الكلام بيعيد ويزيد فيه نفس المشكل أنا مش قادر أحتمل أنا متضجر وعلى المتضجر اللي قلت تضجر اتفضل شايف؟ روى يا علي أويك بكره يقوم ويبقى زي الفل اولا انا ما بحبش عليا ويكا دي انت تعرف يعني ويكا خالص يبقى ما تقوليش عليا ويكا دي تاني انا عارف ان يعني ويكا اتفضل يعني ايه ويكا يعني واد مش مظبوط غويش يعني اتفضل حتى وهو نايم بيسخر مني وبيوبخني مش ده اللي انقذك من رصاصه البرنس علاء يا ريت كان القدر وقعها في صدري كان ساعتها انجي هتيجي تزورني انا مش هو أنا متضجر إيه اللي بتقوله ده يا ابني؟ أنا مش قادر أصدق وداني يا ابني ما هي الفتيجي بتجيب معاها زيارة تكفينا كلنا إيش بط على حمام على فراخ على وز لكن يا والدي أنا بحبها بحب إنجي يا والدي حبي ليها حب عذري أقوى من البط والوز وكل الأمور الدنيوية دي إذا ما كانتش القسمة معاها حب بطها حب وزها لكن ما تخسرش كل حاجة يا ابني ده كفاية البيض اللي بتجيبه ربنا يكملك بعقلك يا ابو علي أصيلة يا ابو علي هروح اذبح بطتين احجزي لي الزلاموكة زلاموكة ايه يا والدي انا طيور البلد كلها بزغللها ببيضها ما تعوضنيش عن انجي كبر لكم كلكم يا ابني اخوها مش هيسيبك في حالك لانه هو ابن الاكابر وانت ابن الجنيني ابن الجنيني بس انت بتعايرني يابا عشان انا ابن الجنيني عايرك ايه يا ابني اذا كنت انا الجنيني خلاص يا والدي اوعى تفتكرني بستعر منك انت طينك ووسخك شرف على راسي وعلى راسي انا كمان يابا صحيح ولاد حرام يا ريس عبد واحد يا ريس عبد واحد ايوه مين سمو الأميرة نهاركم سعيد نهارك سعيد مبارك افتح الباب عشان فستان سمو الأميرة أهلا وسهلا إيه الأنوار دي أهلا بيكي نورتي الدار يا ألف أهلا وسهلا إيه الأنوار دي أنت نورتينا اتفضلي يا سمو الأميرة اتفضلي نهارك سعيد يا أهلا أنا مش قادر أصدق عليا اتفضلي سعادتك يا ألف أهلا وسهلا يا ألفين مرحبا يا 3000 خطوة يا سيدي خلاص يا سيدي انت بتنزل يا باص قوطة خلاص الليمب فندي ما تتصورش الضنين اللي عشته بعد إصابتك بالطلق الناغي في صدرك لا أنا ما الرصاصة ما جاتش في صدري ما جاتش في الصدر ده هو ضربني بالبندقية بعجها في صدري بس هي سمعت في صدري بقول لك انا كنت لا كفايه مش من الضروره انك تتحرك انا كنت عايز ابوس ايديك وابوسك واشكرك على اللي انت بتعمليه معايا ده انت منهك ومحتاج ترتاح منهك ومحتاج ترتاح صحيح انا ايه اللي جابني المكان ده مكان عفن ومن الراجل المقاول اللي واقف ده عرفتك على فكره على عايز اقول لك ولا حاجه لعلك الراجل اللي واقف ده بشكل الاشكيب ده بيحرض ولاده وبيستغلوكي عشان تجيبوا الوز والبط ويعيش على قفاكم خد بالك الحكيم قال كده الحكيم قال انه محتاج ياكل طيور علشان يبطل خطرفه مين ده علي ده ابويا يا لمبه فندم الجنايني بس ما تقولش جنايني ايوه يا ابني
الحمد لله على السلامة، ربنا يهديك. بقولك ايه؟ أنا جعان. يا حرام، أنتوا ما بتأكلهوش يا غيث عبد الواحد، مالكمش حق. مين قال كده؟ عارفة جلالتك الطيور اللي بتبعتيها كلها، الفراخ والبط والوز والحمام، أكلهم كلهم. طب اسألي البيض فين؟ فين البيض؟ على العموم يا لب أفندي، أيوة أنا جايبة لك حاجة هتحوز على إعجابك. أيوة إيه يا ترى؟ جايبة لي كندبيط؟ لا. ليبيا؟ لا. أمال إيه؟ دي حاجة شهية خالص. أغني خدام. الواد ده خدام أصيل. اتفضل يا لمبة فندي، طعمية. لا والنبي، جايبة لي طعمية؟ سنين وأنا بسمع عنها، قلت أفاجئك. سنين بتسمع عن الطعمية؟ أنا سنين بقى مفروض مع الطعمية. دوق الطعامة. هذا حقيقي عجبتك؟ بخا هجيب لك كمان. هي ايه خفيفة شوية ولا ايه؟ انت تعرفوها اكتر مني. شيء جميل اني قدرت اجلب السعادة لقلبك. هو انت جلبت السعادة لقلبي وبس؟ ده كفاية دي جلبت الحموضة على جهاز العظم كله. ايه ده حتى عض في ايدي اهو اهو. شاهد الطعمية تقول لي وز ولا بط ولا فراخ ولا حاجة مني. بقول لك كده اسمه وز سميرة. أنا في حد قاعد جنبي هنا عايز أعرف مين ده، لأنه تقريبا سمع كل اللي إحنا بنقوله. هي في حد في حاجة عندها؟ ها؟ الأزمة؟ جت الأزمة. أنا سعيد أوي ومبسوط أوي يعني عشان أنت نجتيني وشفتيني وبنت جدعة بصراحة. إيه تطلب المرأة غير حب مجرد من كل غاية؟ حب مجرد من كل غاية إزاي؟ على فكرة أنت حلوة أوي ويعني عندنا في المنطقة بتاعتنا بنسمي البنت الحلوة أوي بنسميها مزة. الحقيقة واضح إن الطيش تسلط علينا. البنت دي كانت عبيطة وصغيرة ولا إيه؟ أوهو لمبة فندي، إنشي أنا مهنك القوى. أجيب لك كونسولتو؟ لا الكلسون حلو بس ضيق شوية عليا. أنت لازم تسافر حلوان تغير هوا يومين. مش عارف أنا حاسس كده ناحيتك فيه حنان. حنان أنا بعيش أرق عطفة عشتها في حياتي. أيوة بقولك إيه؟ أخبار أخوك تيوبلتس إيه؟ أحب أقولك إنه حائل بيني وبين السعادة وكل يوم يرجع البيت سكران وريحته تخمر مجوغ عجين لدرجة إنه تهكم عليا بكلامه امبارح. مش عارف الواد ده كان بياكل الزبادة اللي موجودة في قلب القصر عندكم ولا إيه؟ المهم إن أنت أهنتيه؟ طبعاً أهنته وقلت له يا دون الدون يا أوحش ما يكون. برافو عليك إنك مسحت بالأرض يا توني التون دي. خلينا نغير الموضوع الوحش ده. أنا حاسة إن مزاجي النهاردة منحرف شوية. أيوة. تعال نركب العربية. اوعى يا ابني اوعى يا ابني يلا اجري. اطلعي على اقرب حداد عايز اشيل الكتف ده. هو اخويا يا اخويا الدراع وجعني بدايه خلاص قديم. يا حريفة سلام اتعشى بيك. ايش سلام اتعشى بيك. يا سلام يا 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 يا
قصتك يا جدع انت؟ ده انت سليم قوي. ايش سلف؟ اعوذ بالله. اتعشى بيه. لان انت هل تفتكر بايش بتاعتك اللي انت بتقولها دي في حد هيديك حاجه؟ ده هيكرهوك الناس. بلاش غناسه. خلي يبقى ليك طله. انت ايه ثقيل؟ في حد بيضحك كده؟ ايش سلف؟ يا جدع اسكت ببقك وبوشك اللي بتاع ابن عمك ده. ايه يا عم المتسول؟ الله مش فاضي انا هتقعد تقول لي اتش ومش اتش. عندي كنز وهم وعندي جدي هريسه بدور عليه مش لاقيه يا اخي. مش ناقصاك بقى لقيت ده كنز جد اسمه هريسه. انت مين؟ انت مين؟ انت اللي مين يا عم؟ انت بتصنع التسول؟ يا غمس والمصحف غمس مساقين. كان لازم اساله هو مين؟ شوف العلامة. تعريف يا سلام. اتعشى بيه. ايه الضحكة الخنيقة اللي انت بتعمليها دي؟ اوعى تكون يا لمبة فندي بتقلس عليا اوديك الكراكون. لا طبعا انا ما اقدرش اخلص عليك خالص. مالك يا علي ما بتكلمش ليه؟ سهران طول الليل اعاني من ارق شديد. ايوه كان عنده قرف. عنده قرف شديد. انا كمان الدنيا مشسه يا عيني. انما انت يا علي ما بتنامش ليه؟ عندي سهاد. عنده سعاد. عندك سعاد؟ يا راجل عيب عليك. امك وابوك الكبار دول يعني مش حرام ان انت تستقبلهم؟ اي نعم امك ميته ومش واخده بالها، بس ينفع تاخد سعاد وتخش عليهم وهم نايمين؟ عندك يا لمبه فندي انا انأى عن فعل اي افعال مشينه زي دي. وكمان مشيره يعني سعاد وقلنا الناشي وتروح لها كمان مشيره وفي وشها؟ عيب بقى مش قدامها. علي ابن رئيس عبد الواحد رمز للوفاء. اتفضل يا عم اديها عرفت علاقتك بالوفاء. اعذرني يا لمبه فندي انا مش فاهم مقصدك. على فكره الواد ده شكله طمعان في ثروتك. لا يا لمبه فندي علي صاحب قلب صادق ومن الصعب انه ينشري بالفلوس لان وجوده اصبح نادر. نادر؟ اتفضل ده عرفت عليك نادر يا عم. عشان انت تعرف سعاد ومشيره هي من حقها انها تعرف نادر كمان. لمبه فندي ايوه تسمح لي اسالك سؤال ولو انه مش ديليكا؟ لا انت تسالي اي سؤال في الديليكا في البلاكار في اي حاجه اسالي. انت ايه احساسك وشعورك تجاه الغرام؟ لو ان انا مش فاهم ومش عارف هقول ايه، بس الاحساس بيقول على حسب المثل القديم بتاع زماننا اللي هو دلوقتي في قلب الزمن ده بيقول لك ايه؟ ابوح يا ابوح كلب العرب مبوح. كلب؟ الكلب اللي هو هنا هو ده قلب. نعم؟ قلب. ايوه قلب. هي بتاخد الدواء قبل ما تنزل ولا لا؟ دي ارق ضحكه شفتها في حياتي. يلا بقى خمسي بقى واعملي واي عبط بالضحكه الغلسه اللي بتعمليها. أنا استحيل أوافع على جوازك من علي ابن الجنايني، لكن أنا شغوف بيها ودي أرق عاطفة شفتها في حياتي. ومين وصل لعلمي إني هتجوز علي؟ إيه؟ أنا هتجوز الإنسان اللي ضحى بحياته عشان ينقذ حياتك يا علي. الإنسان اللي كل يوم جرحه بيقطع في قلبي. الإنسان اللي وهب لي السعادة اللي كنت فقداها. أرجوكي أرجوكي ما تكمليش. اللمبة فندي. لمبي؟ حد كان يصدق كده؟ لمبي مين؟ أبو مين ده؟ مش مهم هو مين، ممكن يكون من أصل متدني. المهم إني حسيت تجاهه بعطفة سيطرت على شغاف فؤادي. أنا أعتقد إني أشعر بحبه. يا علي يا إنجي، اصرفي نظر عن الجوازة دي.
يبدو ان الليمبي استطاع التأثير عليك. لا يمكن اتراجع، انا خلاص هكتغم بالليمبي فندي. طب وحبنا يا انجي؟ حبنا يجب عليك يا علي ان تشعر بشعوري وتسعى لاسعادي. اعذرني يا علي. انت بتعايريني عشان انا ابن الجنايني. هل ذكرت ليك سيرة والدك يا علي؟ رئيس عبد الواحد أهمل الجنينة لدرجة إن الورد دبل وأصبح حزين. كنت أتمنى إنه الليمبافندي يكون عنده والد يكون بديل لوالدك. لا ستخو، أنت غاوية يا ولاد الجناينية ولا إيه؟ مش أفضل من إنه يكون خباص وليلاتي سكير؟ أنا هشم راس اللي اسمه الليمبي ده. حيث كده أنا موافق على جوازتك من علي بن الجنايني. إنما الليمبي جامي. أنا خلاص أعطيت كلمة للليمبي فندي. أرجوكي تراجعي يا إنجي، تراجعي وأنا أوعدك إني أتوظف بالبكالوريا وأوقظ نبوغي وأحقق مجدي. يا إنجي الليمبي ده دون فشوش، ولا عنده أطيان ولا عنده أراضي. بالنسبة للأطيان والأملاك ما هي إلا مظهر براك، إنما الركع على الأخلاق. كده كده. طب اتفضلي على اوضتك دلوقتي. مساء الخير. طب وانا مين اللي هيروحني؟ انا كنت اتمنى اوصلك، بس انا عايزك في كلمتين على الفرد الاول، بعدين هبعت الشوفير يوصلك. تعالى. انا اطبر لللمبي كل الحقد. وكل دي كمان. افتح بقك شويه. اصل البق صغنن. بس كفايه بقى لحسن المسانه اتملت عندي. خلاص. لا قولي لي يا انشي، هو انت فين بابا وفين ماما؟ فرش ولا ايه؟ انا ماليش حد ارتكن عليه. حد ترتكن عليه؟ ليه انت واخده ازاله ولا ايه؟ انت بتضحكوا ولا بتغلسوا عليا؟ ياما ناس بيضحكهم وقلوبهم داميه. القلب الصغنطة ده لسه حدا يكون في بامية ابدا. انا لازم امشي بقى. لازم اوسطنك. لا خليك، انت لسه جرحك بليغ. يا ستي بليغ ملحن اكسجين وانا عارفه ما بحبش. ده مزح بتاع الانجل. ما كنتش كده خالص من قبل. ما كنتش اتوقع ان الطعنه تيجي من اقرب الناس ليا. انا ايه يا عم، انت واخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير. سعيده. عجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. ما كنتش اتوقع ان الطعنه تيجي من اقرب الناس ليا. انا ايه يا عم، انت واخد المساله على الزوز عندك ليه؟ في ايه؟ مساء الخير. سعيده. استنى انا جاي وراك. عجبك كده كسبتها بوشك المطربق ده على الصبح؟ يلا اتفضل اجري بقى. ما اتأصبت الإصابة دي، بس رب ضرمة فنفع. الأكل اللي بغباوة ده. سعيدا مبارك يا الليمبافندي. أهلا يا نين. أهلا يا علي. إزيك يا علي؟ عساك بخير، شكلك صحتك كويسة. بنا زي الفل يا عم علي. أنا ما شفتش أكل وخير بالشكل ده. في رغبة بيض ووز بيولد ومعيز بتجيب لبن وجاموس. ايه ده؟ ده خير؟ وانت عارف بقى؟ ايه؟ كل كوم بقى والتعبان اللي كان موجود امبارح في الاكل كوم.
تعبان ايه يا لمبي فندي؟ تعبان ايه؟ تعبان كان لوز خدته كده، كان نازل بص سمنه بلدي نازله على بقي كده وبتزلط على طول. كلته؟ اه ده حلو قوي. وانت عارف كمان استفدت منه بايه بقى؟ ايه؟ خدت الجلد بتاعه ورحت عامله حزام. حزام؟ ايوه جلد طبيعي مش الصناعي. بس انتوا الخير عندكم ما شاء الله، الله اكبر يعني. ايه الحلاوه دي؟ هو ايه ده؟ ايه الورقه دي؟ انت لا 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 ولا في صف تاني ولا ايه؟ ارجوك ارجوك استنى يا عم، ما انا واخد نحو الامال ايه؟ وبيع ايه يعني؟ اهو ايه ده الحاج عبد الواحد في الفصل؟ هو عنده هو لسه بيذاكر؟ فصل ايه؟ خلص امتحانات ولا هو عنده طالع بمنحه؟ لا هو اتفصل. اتفصل؟ بقى ايه يعني الجزع لوحده والصدر لوحده ولا ايه؟ اتفصل، اتفصل من شغله يعني اترفد. ايوه اترفد. طب ما احنا المفروض بقى ننتظر الفرصه دي ونقول له نصدمه. لا امال ايه؟ ارجوك اكون ممنون لو انت خبيت الخبر ده عن والدي. نعم اكون ممنون، يعني يعني مدين بالعرفان. عرفان؟ يعني انا هكون سعيد لو انت ما خبيت الخبر ده عن والدي، لانه ممكن يتشل. لا يا عم، لا يا عم، فضل ولا فلك يا عم، انت يتشل ايه؟ انت بس ادعي ربنا ان شاء الله كده وارمي توكلك على الله، انك تقعد تسجد له كل شويه وتدعي له انه ربنا ياخده قبل ما يتشل. يا رب. تستنى بقول لك ايه؟ ايه؟ هشوف بس الكلام جاب بعضه ازاي؟ معلش يعني هو ابوك ما طعنش في الشلل الثلاثي؟ معلش سامحني انا مش يعني هو صغير ما طعنهوش الشلل الثلاثي ولا ايه؟ انا مش مدرك مغزى كلامك يا لمبي فندي. انا مش مدرك مغزى كلامك، يعني مش فاهم انت إيه؟ تقصد ايه؟ نعم انا مش فاهم انت يعني ايه طعنوه. لا طعنوه ده انا معلش هو الغلطه عندنا، انت صح، انتوا لسه ما جاش على ايامكم التطعيم والحاجات دي. امسك الورقه ايه؟ اكيد انتوا هيطلع اختراعات تانيه مثلا يولعوا في الجثه عشان تخف. كل انت كل اللي مبفندي. الله يخليك. انا والشفا. الله يخليك. بقول لك ايه والنبي يا علوه، لان انا عايزك تجيب لي فرخه بدل دي عشان دي هتخلص الوقت. ماشي؟ حاضر يا لمبي فندي. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. سعيده. فلت. ماشي. اكل مين ده يا ام علي؟ سنبي حارسه اللمبي. طب مش صح برضه يا امي تحطي له رغيف عيش ولا رغيفين؟ فكرتني. ده احنا بيت كرم. وانا كمان خبزه لسه. صحيح. اتقي شر من حسست عليه. قلت لك اشطب. ماشي يا علي. يا سلام عليك يا امي، يا سلام عليك. عريش طازه. ده انت ربنا هيجازيكي على الكرم ده. ياك يتمر بس. يلا ست الحبايب. اخلص منك بالسن يا لمبي. ده معانا ده جعان. جعان يا ست ام علي. يا حبيبتي يا ست ام علي اللي احلى من اي ديسيرت في الدنيا. تسلم ايدك. مد ايدك يا ابني الا الاكل يبرد. يا رب يخليك يا ست ام علي، والله حنيتك عليا دي عارفه بتحسسني بحنيه امي، الله يمسيها بالخير. كل كل يا لمبي بر نفسك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. ادعي لي بس انت كده ان انا الاقي المتاح ها وده الباب بقى وانزل بقى السيده زينب بقى والاكل والسهرات والعشاء والدنيا. اوعى داخل دلع. ربنا يحقق لك مرادك يا لمبي. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج عبد الواحد؟ ازيك يا لمبي؟ ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مبسوط عندنا حبيبي؟ الحمد لله نورنا الحاج البق. ربنا والله العظيم منور الدار. والله ده انت اللي مليان بركه والنبي ايدك يا ابو سعد. استغفر الله. ده انت حبيبي، ده انت مأكلني ومشربني يعني اكل ومرعى وقل الصنعة اكتر من كده. افتكرها يا لمبي حبيبي. الله يكرمك. ربنا يكرمك على دماغي من فوق. الله يخليك. ليه كده يا ابني الاكل زي ما هو ليه؟ ما انا هاكل اهو. انت كده بتشيلنا العيبه يا لمبي. ده على لحم بطنه يا دوب فرختين وبطه. اه والله نفسي مسدوده مش عارف ليه. لا لا يا لمبي لا عيب. البطه الناس تقول علينا ايه يا لمبي؟ شوف الظاهر ان شكلك خجلان تاكل لوحدك وعايزني انا
افتح لك نفسك يا راجل. قول ان انت عينك راحت على الاكل بقى. لا لا ده كلام برضه. يلا خد ابدا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خد ما تمد ايدك معانا ولا لا إيه؟ انا هحضر لكم العشاء. الله واجب برضه. مع الف سلامه يا معلم. يا سلام. على فكره ما شاء الله مراتك من المعلم دي فيها غنود ها؟ في كتمان كده جواها بس يعني قصيده من حريم دقه زمان ما يتوجدش دلوقتي يا لمبي. عارفهم انا دول اللي مرميين تحت القطاره دول انا عارفهم. عقبالك يا لمبي. الله يخليك. تعرفت عليا فين بقى؟ انا وام علي؟ اه تعرف يعني فين؟ كنت بتقابل عند صوبيا توتو. صوبيا ايه؟ صوبيا توتو تزقله كده من عند سلم الكبش وطلعت واي اسانسور في اي عماره من وسط البلد كده. لا اعوذ بالله. لا لا يا لمبي اوعى دماغك تحدي في عيد يا ابني. امال ايه؟ لا 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 ده انت شايف ابنك علي ما شاء الله عامل ازاي؟ ده عمال يطلع ده هياخد السقف ويطلع. ربنا يديله الصحه. ايه يا عم لو ده انت راجل زئ. الحمد لله. ده انت ايه ده يا عم ده؟ الله يخليك يا علي. ايوه بخيرك. ما لسه. تيجي ناكل يا لمبي. دمك انت على الاكل. تعالى تعالى. يلا اتفضل. بسم الله خد السقف. استنى ما تاكلش الفرخه يا والدي. ليه كده يا علي يا ابني ليه؟ اذان الفجر خلاص يا والدي. الصيام بدا. فجر ايه واحنا لسه العصر؟ صح النوم يا والدي. انت بس تلاقي ساعتك مؤخره. ساعتي مؤخره؟ طيب ساعتي مؤخره وفهمناها. ازاي امبارح نكون في شوال والنهارده في رمضان؟ الله مش الارض كرويه تتنطط. الارض كرويه تتنطط حول نفسها 94 ساعه في الساعه. ايه انهض بقى انا ركعتين الفجر. وكل سنه وانتم طيبين يا اولاد. صح والسلامه. كل سنه وانت طيب يا لمبي. رمضان كريم يا ولدي. وحوي يا وحوي اليوحة. وكمان وحوي اليوحة. وحوي يا وحوي اياح ما شاء الله ابوك جميل طيب قوي. يعني انت عارف لولا منطقته دي كنت قلت عليه ان هو اهبل. انت مش بتاكل ليه يا لمبي؟ يلا كل الفراخ. لا ما خلاص بقى فاكر الفجر اذن خلاص ما ينفعش عشان الصيام. لا انت مريض والمريض يحق له الفطور. لا والله. ايوه يعني انت دلوقتي عايزني اكل الفرخه بسم الله اللي موجود فيها السم. ايوه. مين قال لك؟ آه مين اللي قال كده؟ مين اللي قال لي كده؟ انت من الاشرار يا علي. لا من الاشرار يا علي. لا انا من الارياف. انت من الاشرار والتعبان اللي انت حطيتوني في قلب جبل وانا نايم بالليل. لا والخنفسه اللي انت حطيتها في ودني وانا نايم. لا والسحابيه اللي حطيتها في قلب جيبي. لا والكلب اللي رميتهولي. لا والبيت. ام 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 تعرف يا ابني انا هقول لك كل حاجه بصراحه. ايوه كده فر. انا كان كل هدفي ان ابعدك عن انجي. انت ما تعرفش احنا بنحب بعض قد ايه. ومن ساعه ما انت جيت الحب ده ضاع. انا احبها اعشقها أعبدها أدوب في هواها. إيه ده أنت عبيط يد ولا إيه؟ اللي أحبها وأعشقها وأدوب ده. أيوه أحبها وأي واحد يقف في طريقي هقتله. مين دي اللي أنا أحبها يا ياض؟ وبعدين إنش دي إيه؟ إنش دي تيجي جنب الموزز والحتت اللي أنا أعرفها؟ ده أنا أعرف بطيخ بعدد شعر راسك. يعني أنت ما بتحبش إنجي؟ يا ده حب مننا ده 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 يعني عادي يا جثة ولونه برضك. دي صبه. لا مش صبه ده انا بشكر فيها ان هي مزه يعني. مزه؟ ام الوظه يعني ما ده توبيخ. ياد مش توبيخ والله انا بقول انها بطه يعني. بطه؟ اه يعني حاجه ياد يعني مؤدبه. بنت مؤدبه حلوه. بعدين انا لا يمكن ان انا الواقع بيحطم عليا ان انا ما ينفعش ان انا ابص لزوجة اخويا. ده انت اخويا. اصيل قوي يا ربنا يبارك. يلا ناكل بقى مع بعض بقى عيش وملح من جديد عشان نبقى ابتدينا ايه؟ ابتدينا صحفه جديده. والله ما انا كاسفك. بسم الله. بسم الله خش على الفرخه. حاسب يا علي دي فيها سم. ام 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 فش. انا ممنون يا لمبي. انا ملمون انا كمان. الله يخليك. يلا الحق بقى اشوف ابوك احسن زمان بيقول الدنيا العاده بره بشارع بعد ايام. ايوه صح. يلا اجري. سلام. على السلامه حبيبي. خلاص ماشي يا ابني. ايوه يا معلم انا خلاص
كتب عليا طول حياتي اني افضل ماشي ماشي. نفسي الفهم في محطه كويسه تاخدني وترميني ناحيه الكنز، وبعدها اخد الكنز واطلع على بلد المحبوب مصر. يو ما انت في مصر يا ابني. لا دي مصر القديمه، انا عايز مصر الجديده. زمان الامتحانات خلصت دلوقتي. تيجي بالسلامه يا ابني. الله يخليك يا معلم. اللي قول لي يا لمبي. ايوه. يعني ايه لمبي؟ والله مش عارف ده ايد والنبي اعرفها دور اخرى، او ده سؤال ما سالتوش لنفسي ابدا تصدقي؟ اه والله، بس انا اعتقد انه اللمبي دي جايه من اللمبي والسوداني. الله يحزك يا ابني، الله يحزك. بقول لك ايه؟ ايوه يا حبيبتي. خد دي ازقزها وانت في السكه. لا. انا ميمون قوي يا امي. الولاد اوفر دي. وقف عندك يا لص يا ونطجي. نعم نعم مشلان. اختي البرنسيس انجي ضاع منها بروش الماز بخمسين جنيه. خمسين جنيه؟ اه. ومتمطع قوي بتتكرع على خمسين جنيه. والبرنس عيلاق جه والبرنس عيلاق راح. الدبل نزل الكاوتش طلع. وخمسين جنيه؟ ده خمسين جنيه دي تمن كارت شحن بتاع اي موبايل. بص يا انت، انا ملياش في اللف والدوران والكلام اللي انت بتقوله، انا ما بفهموش. ده اللي اعرفه ان البراش بتاع اختي اتسرق وهي ما جاتش غير هنا الفتره اللي فاتت. قرني قال لي. مين اللي قال لك؟ قرني. طب اديك بتقول بنفسك قرني. انت هتنتظر ايه من واحد اسمه قرني؟ قرني وافتخر وطول عمري خدام البرنس علاء. اتفضل فتش يا برنس علاء. انا طول عمري عايش في البيت ده بشرف، وعمر اللقمة الحرام ما عرفت لي طريق جرة. انا واقف في فيلم كرتون. الموضوع ما يخصكش يا رئيس عبد الواحد، انما انت دخلت بيتك لصوص، وانا متاكد ان هلاقي البروش هنا. اسحب الكلام اللي انت بتقوله يا عم الحاج. انا مش نصوص، انا عمري ما كنت نصوص ابدا. النصوص عندكم انتوا. مصعب انا مش سيد الزلم. والله يا عم الحاج، والله يا حاج انا مش سيد الزلم. وراني امرك يا برنس. فتشوا فتشوا. والله لا عملت حاجه. اول مفتاح والباب هو بيرميني في اي حته في المصعب. لقينا البرونش يا برنس. البرونش ده انت يا ابو فجاله ولا ايه؟ الله يخرب بيتك يا لمبي. الله يا ست انت معرقة، طلعوا النطلة معرقة، بتدعوا خلاص. أنا لازم أغسل شرف العيلة اللي اتمرمط في التراب. والنبي يا عم مشلان، أنا مش من هنا، وهو أصلاً دخلت من الباب، والباب هو اللي بيرميني في قلب الحتة دي، والله العظيم. ده جزات اللي فتحت لك بيتي. يا عم أنت هتعمل لي فيها شيطان. سيبوني أدي عليه دعوتين أجيب أجله، زي ما دعيت على هريسة وهو مخبول مرمي قدام الجامع. هريسة العبيط اللي انا قابلته ده فين؟ مرمي قدام الجامع. اوعى يا عم الحاج. يا معلم اوعى 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 وانت تاني؟ تعالى بقى مش وقت، تعالى تعالى بقى. اديني تعالى بقى. اتعشى بيه يا حبيبي يا جدي، يا حبيبي يا عمو. تعالى انا بس عايز اعرف، بس انت ليه مش عايز تشوف الدبانه الحمراء؟ اصبر بالله. ايوه اهو هنا دلوقتي اقدر اشوف العلامه. ايوه هنا تحت شجره التوت. ايوه ليا فيها ذكريات انا وسته، كنت اقعد تحتها. تحت مين ستي؟ لا تحت الشجرة. تحت الشجرة بتاعت ستي. أزقولها في بقها توتاي. أيوة. وهي تزقول لي في بق توتاي. أيوة. حاكم بق ستك كان قد التوتاي. مش هتشوف بقى الدبانة، خلصني بقى. يلا وريني. أهلا يا سيدي، اتفضل.
اسلوب الدبانه هي هي العلامه. انت حفيدي، انت من صلبي، انت حفيدي. خلاص بقى بلاش، ده انت غلس قوي، غلس حتى كمان وانت في كده وغلس وانت بتشحت. قول لي على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول لك الا واني بموت. حاضر اهو. قول لي على الكنز بقى يا عمو بقى. ما ينفعش اقول لك الا واني بموت. حاضر اهو. يا حبيبي يا عمي. قول لي بقى فين الكنز. يا افندية يا افندية يا هضبة افندي، هريسة ابو الليف بيودع، وعلى ما اظن انه بيموت دلوقتي حالا ومعاه وريث الوحيد. وريث الوحيد مين؟ اللمبه افندي اللي كان قاعد في بيت الرئيس عبد الواحد. يلا نشلل وابوري جتا وهتات، ونبقى عرفنا وابور عبد الوهاب راي على فين. ده فضل يستلف النص ريال والخمسه بيد لغايه لما خلانا بينا اللي ورانا اللي قدامنا حتى النهاز بهنا. ايه اللي بتقوله يا هباب الطين انت؟ يعني ايه يا فندية هنترك هريسة يموت بسهولة كده من غير ما يقول لنا على مكان الكنز؟ أنا عندي فكرة، احنا نروح كلنا كده بربطة هضبة فندي ونكتم على أنفاسه حتى يقر ويعترف بمكان الكنز ده فين؟ ايه اللي بتقوله ده يا احباب الطين التراخر؟ يعني ايه نهجم عليه ونكتم على أنفاسه ونقرره هو واقف قدام الحكمدار يا جاموس أبيض؟ امال هنعمل ايه دلوقتي يا هضبة فندي؟ يا أخي فزعتني يا أخي. إيه ده يا مصور؟ أنا عندي الحل يا ابني. أكيد يعني هريسة فندي وهو بيموت هيبوح بالسر لوريثه الليمبة فندي. يا سلام، كلامك كشك ألماز يا هضبة فندي. كلامك رائع يا هضبة فندي. أي نعم يا هضبة فندي. يبقى احنا بقى يا فندية نتلصص على هريسة ده بالراحة وهو بيموت من غير ما يشعر بينا، علشان نعرف مكان الكنز فين، وساعتها اخد الكنز لوحدي. ايه؟ قصدي يعني اخد لوحدي وارجع اقسمه عليكم. والله يا هضبة فندي كلامك كله قرع. اذا يا فندية مين اللي المفروض نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو شعر بينا وحاول ما يديناش الكنز نقطم رقبته؟ الليمبي يا فندي. اذا يلا بينا يا فندية. على فين؟ يعني هكون رحيم مرسح علي الكسار؟ هنروح على هريسة وهو بيبوح بمكان الكنز للمبي. يلا بينا يا هضبة فندي. كنت فين؟ حبيبي هو ده بتاع زمان. انزل يا معلم. الكنز هو بتاع الكنز الباب هناك. اوهو لمبة فندي. ده اسمها هندي ولا ايه؟ اوهو مين؟ سمو سميرة انجي؟ لمبة فندي انا انجي حبيبتك. تغكني ورايح على فين؟ يا ست تغكك ايه بس ورايح؟ انا هطلع عرش بقى، اتدهولت في البلد عندكم. انت كل امال يا ست. اسمعيني، لا امالي ولا حناني، انا عايز اقول لك بس انه علي انا اكرهه. يا ست السيد علي ابن الرئيس عبد الواحد يحبك من كل فؤادي. ولكني لجأت اليك لاني توسمت فيك النبل والطيبه. لا اله الا الله، انا في الكلام الاسود بقى اللي انا مش فاهمه ده. دي ردود كلام عندي انا قلته ولا انت بتتكلمي اي كلام؟ اخوكي البرنس تيوبلس لو عرف ان احنا الاثنين هنرتطم ببعض رسمي هينفجر فينا. لمبة فندي. ايوه انا اشعر بالوحدة. طب ده رد على ايه؟ انا عايز افهم ده. ده رد على ايه؟ انا احب الهواء الطلق. والمصحف المفتاح في عينك يا انشي بقى، مش كده بقى؟ الحالة لا بص لا. طب بص انا هجيب لك حد بقى فعلا هيفهمك من القبيلة بتاعتك. يا علي يا سيد علي. روحي علي، روحي علي، دافع عن حبك لآخر مدى. لازم نجاهد في الحياة بقوة ونشاط. إذن فليكن. تعال عايزك تهدي بقى يا إنشي. أقدم لك علي
قال ده واد كفاءة واد حق وآكل شارب نايم أنا وهو نايمين في سرير واحد مع بعض، يعني رجولة رجولة. الواد ده غويتك من الآخر يعني. خش عليا خش. إنجي أنا. أيوه. إنجي أنا. الكلمتين اللي قلت أنا قلتهم له في السرير وأنا معاك في السرير. قول. ها؟ لحظة. عشان عشان عشان. أنا أحبك. إنجي أنا أحبك. أيوه. أعشقك. أيوه. أدوب في هواك. ولكن يا علي من جهة ميلي إليك. ما تكمليش، أنا فهمت مقصدك. أخويا علاء هيقف حائل ما بيننا. تأكدي يا عم. استنى يا عم، أنت هتأكد؟ استنى يا عم، دي بتقولك أخويا حامل، يعني أنت هتلبس الواد. اصحى دول يا. تأكدي يا هانم. أيوه. إن عيون العدالة ساهرة. الله، أنا مش فاضي يا عم، أنا عندي عايز أهرب، أنا أروح رايح لقدر ينتظرني الآن. أهو أهو يورني. بقولك إيه؟ ارمي على الواد ده أخوها الثيوبلس ده شوية مسامير تحت رجليه فارقة. امسكوا ورا الكنز. الوداع يا لمبسندي. يا عيلة وعصر كلكم تقال. يا ده الليل والنهار اللي الواحد عمال. بص بقى يا جدعان، انا جاي في مصلحه وهتكل على الله على طول. خد بالك يا ست ناديه لطفي انتي وبرنس عفان. ماشي، انا جاي في مصلحه وماشي على طول. هي 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 هي. من انت؟ انا اللمبي. حسنا حسنا، اقتلوا هذا اللمبي. اقتلني؟ اوعى يا عم الحاج، اوعى يا ايه ده يا معلم؟ خلاص الشريان التاج اتقطع. اصحى دول، اصحى اصحى لما الحق يا عم الحاج. ها حسنا اقتل. لا حرام، اقتل النفس. اقتله. انا لا اقتل النفس ايها الامير، الروح غاليه. حسنا انت اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف. يعيش اللمبي الفارس العطوف.
كام العنب النهارده؟ بناتي ده ولا ايه؟ بناتي ولا رجالي؟ خذ ما تشتهي. ايوه هو ده بس كفايه. انت عارف النهارده انا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سلم بي. ليه؟ ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عباره عن ايه؟ عباره عن السفوريا يعني. سفوريا حته كده مبرططه وحلوه. عجل عارفه. اكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فرحت ظرف انا بقى من تحت الباطه وكده وتراك ورحت جايبها له. الدم ده بقى ايه؟ نفوره. ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت انت ومات. ومات من ده زمان هذا الشخص. لا ده هو لسه بيتفرفل لحد الوقت. الدم رفير. امال ايه؟ كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا جدا. سلم بي. يس. ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا ريس. لقد عينت سيرلم بي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك وبالسافوريا. بالسافوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شطه كده ده حلو قوي. للسلخ ده اقلبه معك. اقلبه معك. ده بيبقى موز. اقلب كل هذا معك. ده الشطه منه دي. بص كده اهو مغرقه دم كده. اوعى. رائع سيرلم بي. يا انت ستخوض الحرب. حرب؟ حرب ايه؟ وانت بتبص فوق ايه؟ يا الحرب فوق؟ حرب ايه؟ انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق السور بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد للجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل نصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. نصر ايه؟ مدينة نصر؟ مايب. مدينة نصر اسم جميل. اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر. ايوه وعباس العقاد. حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شامة. وياسر شامة. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة عبد على الناصر. سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا. تعمل حاجة ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شوية بقى. اهدى. دي اختي وانت اختي. يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق. عيب. ده هذا كلام يخرج من قلبك. نعم ولا انا اصدقك. ميرسي قوي. شكرا. انت حبيبي. مش كده ولا ايه؟ سلام قوي حببت انت. ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي. أنا لني مدرب كونغ فو جديد. ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟ خرعة.
الحرب ايه مش سامع؟ خرعة ولازم تخرع اللي قدامك، لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوه لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تنسوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات الحلوحو. ونحن ماذا سنفعل يا القائد؟ ها؟ ماذا سنفعل؟ نحن ماذا سنفعل يا القائد؟ لا أصلك في حتة بقى، أنت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا إيه؟ ها؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض أنتوا؟ أخوان. أنتوا أخوان؟ ها؟ أخوان. إيه؟ إيه؟ ده أنا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم، هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة؟ مبدئيا دلوقتي أنا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في إيديكوا على الأرض، ارمي. دلوقتي إحنا هنتعلم إزاي نبقى في بولعيه في الخناق. اول حاجه هنتعلمها انت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده، خلاص خش عليه. انت بالنسبه له هتروح مديله بالركبه ببطنه، وانت برضه نفس الفكره تروح مديله بالركبه ببطنه، ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي، خلاص. يلا العب. انتوا عندكم انا عايز نظام التهويش اللي هو اوعى يا كده. ها تعمل ايه؟ تهويش اوعى يا كده، اوعى يا. ايوه انت انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا بصوا ببعض طول الوقت، ماشي؟ يلا بصوا ببعض. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده، ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك، وانتوا اضربوا ببعض. بس يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي، عجباني التفه اللي هناك دي، التفه دي عجباني، والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب، هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايه 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 ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمك فيها جسمي انخلص اسمك فيها جسمي كده يا كده يا اسحن النون اسحن النون ايه طلع لسانك كده ايه عايز رحمة يا ابوك يا الفارس. نعم هذا هو هريسة، ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي، هريسة حبيبي. اسأله في اي اوضه، اسأله في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. يلا. حبيبي يا عم هريسة هجي لك انا. يلا يا ليش تميات. لا لا على ابوكو هديك بقى حمدان، هديك بقى حمدان، اخليك تروح كربان، خليك تروح كربان، وهوب فوق وهوب فوق، لو ليك الشوق لو ليك الشوق وهوب أيوة الفارس. نعم لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. 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 اذا اقف انت هنا ايها الكلب الجسور، اقف هنا دربهم. اين تذهب يا الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه كنيف. هو اقف هنا اهو. يلا همكك اقف. يلا قول ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا مولاي، حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال، مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة، مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك، اوعى لغزك. كفى، لا تقل هذا عن اللمبي. فاللمبي صديقي. هاو هاو مولاتي. اكمل. ك
كما ايضا يا مولاي اهتم بامر هريسة. 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 انها فرصتنا اذا. لماذا يريد هذا الليمبي معرفة رجلا عجوزا مثل هريسة؟ الا انه يريد ان يعرف سر الكنز الذي نبحث عنه منذ سنين. هل حقا سمعته يتحدث عن الكنز المفقود؟ بحق زيوس اجل يا مولاتي، وان كنت ادعي ذلك فلتحل علي لعنة جوبيتر. اين؟ وجدتها. عصفور، اذهب إلى غرفة هريسة التي نعرفها وانقله إلى غرفة أخرى لا نعرفها، ولا تجعل أحدا أن يعرف أننا ناقلناه في غرفة لا نعرفها، لأن هذا سر. أمر مولاي الذي يميل إلى الملاعبة والدهاء دون القتال. أنا عظيم. اذهب اذهب اذهب. أنا رائع. أنا لم أحدث في التاريخ. أنا أحبني. لابد أن أكافئني فرودو. نعم يا أمير. اذهب إلى غرفتي واحضر لي. هذا الكنز سيكون عونا لنا في هذه الحرب. أخشى أن يكون ذلك الكنز ضرباً من الخيال، ونظل هكذا نبحث عنه دون أن نصل إليه. حسن، اذهبي إلى هذا الليمبي واسحبيه إلى غرفتك واعرفي منه ما لا نعرفه عن الكنز. ماذا؟ ألم أكن قرة عينك؟ لابد أن الكنز أغلى وأثمن مني بكثير، ولكن أنت مولاتي، خطيبتي، حبيبتي، أميرتي. كيف تجرؤ؟ وأنت مولاي وسيدي، أتطلب مني أن أرتمي في أحضان رجل آخر؟ وأبتاه، وأنت ألا تغار علي؟ دائما هذا السؤال اللعين. إن حرب طروادة الدروس أنهكت الأخضر واليابس. أتعرفين السبب؟ إنه الحب والغرام. كلا، بل الغيرة. آهن آهن يا حمرة الخجل، إنها لعنة أفروديت. هي! لا تذكري أفروديت أمامي، فهي التي دفعت بأمي إلى أحضان ريتشارد الثالث. آهن يا أمي. لا تبكي هكذا يا مولاي، فأنت خطيبي وحبيبي. شاهنشاه، تذكري الجاه، الملك، الكنز، العرش. شاهنشاه يا بنت الملوك والسلاطين والنبلاء والأمراء. يا لمجاملة الرياء، ألا تخشى أن تنزل عليك اللعنات؟ دعك من هذا الهراء، اذهبي إلى هذا الليمبي واحضريه إلى غرفتك، وتذكري دائما يا حبيبتي، الحرب خدعة. آيفينوس، امنحيني الإثارة والجمال. سمعني بقولك أدوف على النبي. هو هريسة فين؟ لقد تم نقله إلى مكان آخر يا سيدي. مكان آخر؟ طب واتنقل المكان ده فين المكان ده؟ لا أعلم سير لمبي. طب شكرا أوي سير لمبي. مولاتي الأميرة
تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا لا اوعى اوعى على غبايز يا ولادي. شكرا كده. دستور سيدتي ما اعرفش انك في ساعة الكليولة. تعال الي يا سير لومبي، فانت الان في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا الرجال للسيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لله أسود، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب. أنا إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير أي هذا أي خطيبك؟ نعم إنه كلب، نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. أنت مرأة لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد إيه بقى؟ واضح إنه هو رجل ديوت. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحة بدون وجبة. من أجل هذا سأضع يدي في يدك. أيوة. لقد خبأت عريسة في مكان آمن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. حقاً يا مولاتي؟ أرجوك، أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر، كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. أيوة. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. فين المرة المجنونة دي؟ تعال معي يا سير لومبي. فين المرة المجنونة دي؟ كش ملك. اوه اوه ماي جاد، يا لنحس تريزياس. ايها النبلاء، ايها النبلاء، يا دوق هضبة، ان هريسة ابن ابي الليف يفارق الحياة. انتظر 1 minute. يموت أرنوت يموت، ليست هي المشكلة، لقد اخذ منا الماني. الكورونا اند هاف كورونا اند ربع كورونا، حتى جعلنا نفرط فيما وراءنا وفيما أمامنا. ما هذا الكلام أيها الرعاع؟ هل ستتركون هريسة هذا يذهب إلى الجحيم دون أن يعلمنا أين مكان الكنز؟ دوك هضبة، أنا لدي فكرة رائعة. ها؟ نحن نذهب جميعاً بصحبة الدوك هضبة ونكتم على أنفاسه حتى يبوح لنا بمكان الكنز. إن الرجل يقول لك أنه سيذهب إلى الجحيم يا لورد أبلة، ماذا نفعل فيه أكثر من هذا؟ اللعنة، وماذا سنفعل إذن يا دوك هضبة؟ لدي الحل. وما هو يا دوك هضبة؟ إني على ثقة أن هريسة هذا عندما يذهب إلى الجحيم سيبوح بسر الكنز
لهذا الغريب المدعى الليمبي. حديثك أطعم من طعم النبيذ يا ذوق هضبة. ونعم الرأي يا ذوق هضبة. ويل دان على ما يرام يا ذوق هضبة. إذن علينا بمراقبة هذا الليمبي عن كثب دون أن يشعر بنا حتى نعلم مكان الكنز، وعندها آخذه لنفسي. أقصد آخذه لنفسي ثم نقتسمه جميعاً. حديثك أطعم من لحم الخنزير يا ذوق هضبة. أحسنت الرأي يا ذوق هضبة. على ما يرام يا ذوق هضبة. إذن من الذي سنراقبه عن كثب دون أن يشعر بنا؟ سلم بي. من الذي إذا أردنا أن نأخذ منه الكنز ورفض علينا مخاصمته؟ ذا الليمبي. إذن هيا بنا يا رجال. إلى أي؟ إنكم مجموعة من الأغبياء. إلى هريسة وهو يبوح بالسر للليمبي. هيا بنا. هيا. إذهب وحدي لنا الشراب. أجل والجزمة. الشراب والجزمة. متأكد يا مولاتي هشام إن دي أوضة هريسة؟ نعم بالتأكيد. شوز. شوز ماشي. جد هريسة؟ جدو سلامتك يا جدو. لن أعترف بشيء عن هذا الكنز الملعون. كفاياكم تعذيبا لي. I don't say anything. أنا بجد فازر دول ده. أنا من عائلة. أنا الليمبي. What إيه؟ مش حوط. أنا الليمبي. What do you say؟ يا عم ألف سبريسلي بقى اسمعني. بص هوريك حاجة. انصر إلى هاتي. انزل. هذه إيه؟ هذه الدنة الحمراء. يا للروعة، يا للجمال. أخي أنت بتقلقني منك ليه؟ ومانو؟ الذبابة الحمراء. أيوة سر العائلة. أيوة الآن أستطيع أن أموت وأنا مطمئن على كنز العائلة. أيوة اقترب. أوه. اقترب أكثر. أكثر عاد في بقك يعني ولا إيه؟ يا للجمال. أيوة يا للحسن. حسن. أيوة يا للروعة. الرجل أنا قلقان منه. ما العصر ده طاري ليه كده كله؟ يا لجمال التقاطيع. نفس تقاطيعها. تقاطيع مين بقى؟ جدتك. كتتي كان ليها تقاطيع؟ جدتك جولييت. كتتي جولييت؟ هي جولييت تبقى كتتي؟ وأنا روميو. روميو أنا. يا راجل أنت روميو؟ أمال مالك مبهدل في نفسك كده ليه؟ كنت أقف تحت شرفتها وأصعد إليها على شجرة الزيزفون. شجرة برضو؟ وكنا نحب بعضنا الآخر. أقذفها زيزفونة. أيوه. وتقذفني زيزفونة. يا الله يا لجمال العينين. نفس عينيها، نفس النظرة العميقة. سنون طويلة. سنون؟ وأنا أنظر إليها وهي تنظر لي. وحتى وفاتها لم أعرف إلى أين أو إلى من كانت تنظر. هي كانت حوضة ولا إيه؟ كانت حوراء. حوراء؟ إيه حوراء ده؟ زي حرباء ولا إيه؟ اقترب منه؟ ما عندوش فيروس ولا أي حاجة؟ أيوة اقترب أكثر. أنا مش قلقان منك. أنا ليه كده أهو؟ سأقول لك. أيوة عن مكان الكنز. فين بقى؟ ستجد باب الكنز. أيوة عند آخر ممر الزيزفون. أعرفه. عارفة أنت مكان السفون ده اللي بيقول عليه؟ نعم. أيوة هي عارفة مكان السفون. أيوة ها هو الموت يقترب. فين بقى؟ ها هو يقترب أكثر فأكثر.
فكسر فكسر ازاي يعني؟ فكسر فكسر ازاي؟ كاتي او ماي جاد، لماذا قدمه مرفوع هكذا؟ ما تخافيش، هي العيلة كلها دي بترفع رجلها من الآخر، دي مكان الإعلام. بس أنا عرفت بيه. مفتاح الكنز اهو. مفتاح الكنز؟ هيا هيا تعالي هيا، يلا حطه في جنب هنا الأول. استنى يلا بينا، هيا يا سلام بيك، نطلع بالمفتاح معانا في جيبي. هيا يا سلام بيك. ها، هل قال لك عن مكان الكنز؟ ماذا تريدون؟ أنا الأمير شاهنشاه اسكندر. صمتا صمتا صمتا، كيف تتكرر وتتكدس مع هشام اسكندر بغزل الشكلية؟ مطلوب القبض عليكم، هذه أوامر سمو الأمير. هيا اخبطوا عليها. مبسوطة مبسوطة يا بنت، اتركوني يا أحمق. ماذا طبعا؟ يا هشام هاي 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 هاي، سيقتلوننا. يا ست عمري ما أسكت معك في يوم أسود لما شفتك. ماذا تقول؟ بل أقول بل أفول، عمري ما أعمل دماغك للشبك للشباب كان الكنافة دي. لا تفعل كالنساء، كن مغوارة. بل مغوار بل مغوار، عمري ما والمصحف حكيك على وجهك والبنية بقى. اجري على المنانة والمصحف على السيدة زينب. هل ستتركهم يموتون؟ إنه الليمبي مدرب الكونغ فو، هل نسيت؟ هيا هيا، إنه أنقذ حياتك ولم يقتلك. والله من عند الخردة بتاعت أرض يعوم والمصحف. انزل لعناتك على كل خائن، ليرعد الرعب، ليبرق البط. اين اللعنه؟ اين اللعنه؟ لقد طلبت ان تنزل كل اللعنات. اللعنات لا تنزل. نعم نعم، هريس قال بعد الممر. هيا 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 يا سنوم. باب الكنز باب الكنز. يابا يابا انتظر الحذاء ضيق، اخلع اللي جابه امه. يلا انتظر يا سلومي. يلا اني اديه. يا نهار اسود، سامحيني يا مولاتي هشام. ادخوني الامير يريده. انا لو ان هذا جبان عجيب.